مصابين في الاشياء حتى يتم هذا التسجيل ان شاء الله. المصابين كانوا يطلبوا بيت الله، ما كانوا يطلبوش بشي حاجه اخرى، كانوا يطلبوا هذا التسجيل يتم فقط. لا يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين. نقول انا نسعى رداك. اعيد اعيد اعيد. اعيد. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اخويا بالنسبة لهذه الوقفة الاحتجاجية اللي وقفنا اليوم، وقفنا وقفات الساكنة ديال حي الشباب والساكنة اللي دايرة بهذا المسجد اللي كتشوفوا فيه. نعم، دوار الوداية أو الوداية ودوار البوليس وهذا. على كل حال الساكنة اللي دايرة بهذا المسجد بعد اللي حنا هذه 8 سنين باش بدات الأشغال في هذا المسجد. كملت 4 سنين وتوقف المقاول اللي كان كيبني بيت الله اللي كيبني هذا المسجد. 4 سنوات الآن وهذا المسجد أصبح مرتعا للشفارة والسكع والدعارة والمصائب. حتى المدة ديال 3 سنين، لأن ما كانش عنده لا تبويك من برا لا والو. شعبان اللي فات بالضبط، شعبان اللي فات ديال العام اللي فات، مسينا عند السلطات وطلبنا منهم على أننا صونوا هذا المسجد ونشطبوه، وفعلا عاوننا السيد الباشا بالانعاش وسطبنا هذا المسجد حتى ولا كيشعل ماشي هكا اللي كتشوفوا فيه دابا في هذه المساله اللي شفتوا كيف كاين. وشطبناه وصوبناه ودرنا ليه الكرياج من برا كله، وبقى واحد المده. ومن بعد شنو داروا؟ جاوا الشفاره كيدخلوا خذوا لنا الكرياج، لان حتى هذا المسجد ما كنتيش تدخل ليه، درنا ليه الكرياج كله لهذا البيبان كله كيف درنا لبرا كله داير بهم. خونوا لنا تقريبا ما يزيد 56 متر ديال الكرياج، خونوها الشفاره وداها. ومن بعد صبعوا عاوتاني كيدخلوا لهذا المسجد وكيديروا فيه هذه المصايب اللي انتم تشوفوا. ها واحد ساكن في السمعه، واحد ساكن في المراحيض، راه حاطين فراشهم، راه الا طلعتي فراس السمعه الفوق بعد اللي كنا بنيناها سديناها بالياجور، ريب الياجور وطلع ليها. اذا الاخ حنا الان اللي كنطلبوا من السلطات المحليه عماله عين سبع الحي المحمدي يسمحوا لنا نصليو في فضل رمضان. هذا هو الطلب ديالنا. غادي نشطبوه وغادي نطفوه وغادي نقيوه وغادي نديروا ليه عساسه. حنا مستعدين كمحسنين نصوبوا هذا المسجد هذا ونصلوا فيه ان شاء الله تراويح مجموعين، بدل ما كنديروا جوج الخيمات في الزناقي، كنديروا خيمه لهيه وخيمه هنا، كدار جوج الخيمات. غادي يوليو يصليو هنا، النساء في بلاصتهم، الرجال في بلاصتهم، وغادي يتنقى ريتما يتسالى رمضان ان شاء الله. وانا ذاك نعطيوهم الصوارت ديال المسجد وغادي نقيوه وغادي ننظفوه. ولكن رحنا اللي كتبنا لجميع السلطات، جميع السلطات من الوزير، من رئيس الحكومه، وزير الاوقاف، العمده، الوالي، ما خليناش اللي ما كتبناش ليه وكنطلبوا باش يتم هذا المسجد. لكن الان حنا لم يبقى لنا الا صاحب الجلاله محمد السادس امير المؤمنين نصره الله واعز امره باش يعطي الامر ديالو باش يتم هذا المسجد. لان لا يعقل ان المسجد ما فيش الاشغال هذه 4 سنين وهو مرتع للسكاع والخماره والشفاره، وهذه هي المصيبه، هذه هي الكارثه. اذا الان الساكنه كتطلب من امير المؤمنين صاحب الجلاله باش يعطي الامر ديالو لاتمام هذا البيت الله، اتمام هذا المسجد. حنا راه ما كنطلبوا الا اننا نصليوا فقط، ما كنطلبوش شي حاجه اخرى. جزاكم الله خيرا، شكرا. لا حول نبدا القول ديالي بلا حول ولا قوه الا بالله. هاد الشيء هذا اللي كنشوفوه راه هاد الشيء اصبح كثير بزاف. من كيوليو هاد المتشكعين المتشردين في بيوت الله كيديروا فيها هاد الفعايل هذه، لا حول ولا قوه الا بالله. انا واحد من الساكنه ديال هذه المنطقه كنتسائل هاد الناس ديال الامن، قبل ما غنتسائل على الناس اللي ما كملوش البناء ديال المسجد او الناس ديال الامن فين مشى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هذه كلمتين الاولى وكلمتين الاخرى. وشنو المطالب ديالكم؟ يكمل المسجد. هذا المسجد هذا كان الهدف منه هو انه تبدا فيه فرائض الله. وهاد الناس هادو ما عرفتش علاش حتى من الفرائض اللي الناس او يقربوا غير المسجد من الناس، ما هو حتى شي حاجه اللي غنقولوا مثلا ما عرفتش غنقول ما عرفتش ما لا حول ولا قوه الا بالله. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.